مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كيك مع تزيينه. عندي 3 بيضات، ملعقتين صغار بيكنج باودر، رشة فانيلا، كوب سكر منحرك، كوب ونص طحين، نص كوب كاكاو. نص كوب ماء. ربع كوب زيت نباتي، حركهم منيح. هلا خلطت الكيك، شو بعمل؟ جهزت القالب، دهنته زبده، حطهم بالقالب. بسم الله، بعمل الكيك بهاي الطريقة. بحمل الفرن على درجة حرارة 180، بياخد 35 دقيقة بالفرن. بشوفكن بعد ما يخلص الكيك من الفرن. بعد ما خلص الكيك بالفرن، شفتوا كيف طلع؟ هلا بدنا نزينه مع بعض. عندي 2 ظرف كريمة خفقتن، ملعقتين صغار شوكولا، أناناس. بدي قصه على النص. اول شيء راح شيل هيدا الوجه عشان بيجي شوي قاسي، شوي صغير. هلا بقصه على النص، راح قصه على النص. بسم الله، هيدا الشكل عروق. هيا هلا بدي رش عليه عصير الأناناس. فيني احط بقلبه فريز، فيني احط فواكه مشكلة حسب الرغبة. حط شوية كريمة. حط أناناس كمان. كيك كتير سريع وناجح العجينة 100%. هلا على الطبقة التانية كمان نفس الشي، برش عصير أناناس. حط شوية كريمة. هيدا الشكل. بطبق هيدي الطبقة على هيدي بسرعة. شفتوا كيف؟
هذا الكيك هلا منا ندهن كريمة كله من برا. هلا بعد ما غطيت الكيك بالكريمة نقلته بصحن، شو بدي اعمل؟ عندي برش شوكولا، بدي غطي الكيك برش الشوكولا هاي الطريقة. بعد ما غطيت الكيك بالشوكولا هيدا القصم، هلا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل هون قصم من الكريمه، بشيله حطه مع النوتيلا، حركن منيح بهيدا الشكل. اوكي، بعبي الكريمة بالكيس، كيس الكريمة، بحط شكل وردي بهذا الشكل عالداير، هيدا الشكل مثل ما شايفين. هلا بدي اجيب مربى، حط بالنص شوية مربى، مربى فريز هيدا الشكل. فليشون شوي بطريقة عرواق. كيس تاني حط فيه كريمة، هيدا الشكل كتير طلع ناعم. فيني اعمل هيك، الورد بالنص هيك كمان هيدا الشكل. برجع هلا بالشوكولا، اعمل هاي دول الوردات. هذا الكيك اللي عملته انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. شفتوا شو طلع حلو؟ كتير روعة. شوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.